ونبدأ مشاهدينا فقرة الصحافة لهذا الصباح من عناوين صحيفة المستقبل وأبرز ما فيها: عاصفة الحزم تطرد الحوثيين من عدن، العبادي يأمر بالتصدي لناهبي تكريت، فرنسا وألمانيا تخفضان التفاؤل، وإيران مع الاحترام المتبادل للاتفاق، عشرات الشهداء بقصف طيران الأسد لمساجد إدلب، واشنطن تتابع عن كثب تجاوزات ميليشيات إيران في تكريت، النصرة تخوض معركة للسيطرة على أبرز قاعدة للنظام في إدلب، الكنائس الغربية تحيي الجمعة العظيمة في القدس القديمة، عشرات الإصابات خلال قمع جنود الاحتلال مسيرات سلمية في الضفة الغربية، وخمسة قتلى في اشتباكات قرب العاصمة الليبية. ومن صحيفة المستقبل إلى صحيفة العرب، حيث يقول الكاتب باسل العودات: أصبح من الصعوبة بمكان إيجاد تسوية سياسية في سوريا، ما دفع البعض للتأكيد على أهمية الحلول العسكرية كوسيلة ناجعة لانتصار الثورة. نتابع ما يقول الكاتب. النظام السوري رفض خلال 4 سنوات كل التسويات التي قدمت له، وعطل كل المبادرات التي لم تضمن استمرار وجوده حاكما ومقررا لمصير الشعب، وما زال حتى اليوم يرفض أي تسوية تتضمن تعديلا أو تطويرا في نظامه السياسي أو تغيير هيكلته وممارساته، واشترط قبل أي حل أن تقوم المعارضة المسلحة بتسليم أسلحتها والاستسلام للجيش وحلفائه من الميليشيات، والتخلي عن طلب تغيير النظام والموافقة على ترشح الأسد لفترات رئاسية مقبلة مع صلاحيات شبه مطلقة. وأقصى ما ألمح لإمكانية قبوله هو إصلاحات أقصاها تعيين عدد من المعارضين كوزراء ضمن نفس الآلية والنهج والسياسة الأمنية القائمة. المعارضة بدورها لم تقبل بأي تسوية غير قائمة على قاعدة تغيير النظام السياسي القائم تغييرا شاملا، وإقامة نظام ديمقراطي تعددي تداولي، والعهدة بإدارة سوريا لسلطة حكم انتقالية لها جميع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية بما في ذلك صلاحية رئيس الجمهورية. اشترطت المعارضة أيضا أن تكون غاية أي مفاوضات هي تنحي بشار الأسد، وأن تكون هذه المفاوضات وفق إعلان جنيف كحد أدنى، فيما اشترط الثوار أن تتم إعادة هيكلة الجيش والقوات الأمنية بالكامل وتغيير مهامها ليندمجوا بها كشركاء. أما ملايين المنكوبين فهم يريدون محاكمة رموز النظام وكل من تسبب في قتل السوريين وتدمير البلد. مبدئيا ووفق المعطيات القائمة، يمكن التوقع بأن التسوية السياسية في سوريا لن تأتي خلال أشهر ولا حتى خلال سنة، لأن اللعبة داخل وخارج الحدود أصبحت كبيرة لا يحكمها الطرفان السوريان المتصارعان وحدهما، وبالتالي لا أمل في حل سياسي على المدى المنظور. وسط هذا التقهقر لقوى النظام وتمدد المعارضة المسلحة، عاد السوريون للحديث عن الحل العسكري مقابل التهميش السياسي، وبات هناك من يؤكد أن السوريون قادرون على تحقيق الانتقال السياسي بالسلاح. ومع عدم وجود درجة كافية من القناعة والحماس لدى المجتمع الدولي للقيام بخطوات حاسمة وملزمة لحل الأزمة السورية بإشراف دولي صارم، لم يبقى أمام السوريين إلا انتظار أن يقتنع المجتمع الدولي للقيام بهذه الخطوات، أو أن ينسفوا فكرة لا حل عسكريا للأزمة السورية ويثبتوا العكس. وفي عناوين صحيفة الشرق الأوسط نقرأ: عاصفة الحزم تمد اللجان الشعبية بالسلاح وتقطع الطريق بين صعدة وعدن، روحاني يرد على تحذير أوباما نحن لا نغش، عمليات سرقة وحرق منازل تحجب أضواء النصر في تكريت، لا غالب ولا مغلوب في المناظرة التلفزيونية الرئيسية للانتخابات البريطانية، جيش الفتح سيطر على القسم الأكبر من أهم قاعدة عسكرية بشمال غربي سوريا، داود أوغلو أكد أن الأحداث الحالية في اليمن مثار قلق للجميع، ومقتل 6 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة وسط بغداد، برنامج حافل الرئيس التونسي في زيارة إلى باريس الأسبوع المقبل، كينيا تعيش صدمة الهجوم الدامي والمسلحون سخروا من الضحايا قبل قتلهم.
ونبقى في صحيفة الشرق الأوسط، حيث تحدث الكاتب سمير عطلة عن المفاوضات المتصلة بين أوروبا وأمريكا من جهة وإيران من جهة أخرى. نتابع ما يقول الكاتب. بعد 13 عاماً من المناورة و18 شهراً من المفاوضات المتصلة، أعلنت أوروبا وإيران الاتفاق، وابتهج الرئيس أوباما ونزل المتظاهرون الفرحون إلى شوارع طهران لا عقوبات بعد اليوم، عندما عقد ريتشارد نيكسون المصالحة مع الصين الشعبية عام 1972. قيل إن رجلا يمينيا مثله يمكنه فقط عقد اتفاق مع أكبر الدول الشيوعية، فقط أعداء الشيطان الأكبر يستطيعون مصافحته وإعلان مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية الخالية من العقوبات، والتي ستفتح أبواب إيران أمام شركات أوروبا وأمريكا، وربما أمام انفتاح لا يسر المتشددين كثيراً. ومن رأى صور المتظاهرين في شوارع طهران أمس لاحظ أنهم جميعا من الشبان المتضايقين من أثار العقوبات التي حرمتهم التمتع بحياة عادية مثل جيلهم في كل مكان. مهدت إيران للاتفاق بمجيء الشيخ حسن روحاني، فيما اختفى عن الأنظار والأسماع الصاخب محمود أحمد نجاد ومعالم عهده. وروحاني ليس نجاد، لكنه أيضا ليس محمد خاتمي الذي يقال أنه الآن في الإقامة الجبرية ولن تنفتح جميع الأبواب فورا، لكن مرحلة الجزر انتهت لتبدأ مرحلة المد والجزر والهدنات بينهما، وسوف يحاول كل فريق تصوير تراجعه على أنه انتصار أمام جمهوره، ولا مانع في ذلك لدى أي منهما. كان أحمد نجاد يكرر أنه سيرمي إسرائيل في البحر، لكن أوباما يقول الآن إن الاتفاق إذا طبق يضمن ألا تمتلك إيران القوة النووية أبدا، وهذا يعني بكلام آخر أن القنبلة الإسلامية الوحيدة ستظل في باكستان التي دخلت شريكا في عاصفة الحزم إلى جانب السعودية ومصر. لا تغييرات فورية، لقد وقعت الصفقة بالأحرف الأولى، لكن البحث في الأرباح والتنازلات مستمر. لن يكون في إمكان أمريكا التخلي عن أقدم وأهم حلفائها في المنطقة من أجل القادم الجديد، والذين يتساءلون عمن سيدفع ثمن الاتفاق من بيروت إلى صنعاء لن يعرفوا ذلك سريعا. الذي نعرفه أن شيئا جوهريا قد تغير في المنطقة قبل إعلان اتفاق لوزان. قامت قوة استراتيجية كبرى تضم للمرة الأولى باكستان، وتضم تركيا، وتعيد أو تستعيد دور القوة المصرية، وهذا التحالف يحظى بالدعم الأمريكي العلني وطبعا دعم أوروبا. اليمن دعوة مفتوحة للسلم أو للحرب، الخيار لإيران، أما البيادق فقد تضيع بين سنابك الخيل. وإلى عناوين صحيفة القدس العربي، وفيها طهران تعد بالالتزام بشروط الاتفاق وإسرائيل تطالبها بالاعتراف بحقها في الوجود. إلى اليمن طائرات عاصفة الحزم تقوم بإنزال أسلحة للمدافعين عن عدن وسط تراجع الحوثيين. الحشد الشعبي يمنع الآلاف أو يمنع آلاف العائلات من العودة إلى صلاح الدين. اختطاف سائقين لبنانيين عند معبر حدودي بين سوريا والأردن. مقتل عنصرين من حرس الحدود السعوديين في إطلاق نار مصدره اليمن. محافظ صلاح الدين العراقية يغادرها احتجاجا على أعمال نهب للحشد الشعبي في تكريت. السلطات المغربية تبحث عن 3 مستكشفين إسبان مفقودين جنوب شرق البلاد. الزهار عباس سعى إلى الجنايات فقط للعودة إلى المفاوضات. وزارة الداخلية البحرينية تعلن اعتقال مجموعة إرهابية. وإلى صحيفة الحياة، يقول الكاتب حازم صاغية: صار كلا من الطرفين الأسد والتكفيريين ملحن الوجود الآخر، فالأول يقتل كي يحمي من الآخرين، والآخرين يقتلون ردا عليه. نتابع ما يقول الكاتب. مع سقوط سلطة الأسد في مدينة إدلب ظهرت أصوات متباينة في محيط الثورة السورية العريض، فهناك من توجس مذكرا بما حصل في الرقة من قبل، حيث انهارت تلك السلطة ونهضت في محلها سلطة داعش، وهناك من هلل مذكرا بما حصل في سوريا كلها لا في إدلب والرقة وحدهما منذ قيام الحكم الأسدي.
واليوم قد تسمع الأصوات ذاتها بعد استيلاء داعش على مخيم اليرموك، فيقول واحد إن الحدث عرس ويقول الثاني إنه جنازة. ومفهوم أن تظهر عبارات مفادها كل شيء إلا الأسد، ومفهوم أيضا أن يحض ألم كألم السوريين مديد وعميق على الثأر، أي ثأر، واليوم خمر وغدا أمر في آخر المطاف. لا يؤتى بجديد حين يقال إن الأسدين بالقهر والإفقار تناوبا على إنتاج ظاهرات التطرف التكفيري الحالي، مستعينين بتراكيب متوارثة وبأفكار شائعة سهرة على تمكنها وتكاثرها. وعلى مدى نيف وأربع سنوات لم يفعل الشبل من خلال رفضه كل تسوية غير تغذية التطرف وتحويل الثمر السام إلى شجرة. وللأسباب المعروفة جيدا صار كل الطرفين من الأسد والتكفيريين ملح وجود للآخر، الأول يقتل كي يحمي من الأخيرين، والأخيرون يقتلون ردا عليه. وكنا في العالم العربي شهدنا في التسعينات شيئا من هذا القبيل على نطاق أصغر، حين احتدمت الحرب بين الجهاز الأمني العسكري في الجزائر والقوى التكفيرية، والطرفان هناك أيضا كانا يقتلان كلا بطريقته حتى غدا القتل البرنامج الأوحد لكليهما. فما الذي يبقى إذن كي يؤيد واحدنا غير المتعصب وغير الطائفي داعش أو النصرة في استيلائهما على هذه البقعة أو تلك من الأرض السورية؟ يبقى شيء واحد، الثأر من بشار الأسد، والثأر قد يكون شعورا إنسانيا مفهوما إذا ما أخذنا في الاعتبار تاريخ القهر الأسدي لملايين السوريين، لكن الثأر وهو مهندس رائع للموت، مرشد سيء في الحياة وفي اختيار المستقبل، فهو يجوهر النزاعات ويخرجها من السياسة والعقل واحتمالهما اليوم وغدا وفي كل حين. هكذا يصير لزاء أن تنشأ في سوريا وللسوريين جميعا قضية فلسطينية أخرى، قضية ينبغي أن تعيش وتبقى وتزدهر حتى لو فني الفلسطينيون. كالمعتاد مشاهدينا قبل ختام الجولة الصحفية نشاهد وإياكم مختارات من رسوم الكاريكاتير. فاصل صغير ونعود إلى الأخبار الرياضية، ابقوا معنا مشاهدينا.